22/8/2012 كتيبة الصواريخ التابعة للواء 138 المتواجد بين الغراية وخربة غزالة تمطر البلدة بقذائف الصواريخ براجمات الصواريخ وتحدث أضرارا مادية وإنسانية. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا هو حجم الدمار البسيط عدا قطع للأسلاك الكهربائية وتدمير للمحال التجارية. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. وهنا استقرار الصاروخ داخل المنزل مما أدى إلى دماره بشكل كامل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا مدح أولاده، يا رفيق عمره، يا الله. مكان دخول الصاروخ من هذه الزاوية تم. حسبنا الله ونعم الوكيل.